working paper number one. No, it's working paper number two. So working paper number two, which is now drafted. من رحم الأزمات يولد الإبداع، ومن قلب النزاعات تنهض الهمم. فهنا التقت قلنسوة وحجاب بأمر شباب يرفض الانجرار إلى دوامة العنف التي تضرب في كل مكان، ذاهبين صوب خيار صناعة الأمل في المستقبل. نحن هنا جميعا متساوون في برنامج نموذج الأمم المتحدة. نحن نعمل سويا مسلمون ويهود على حل مشاكل العالم، ولقد انضممت لهذا البرنامج لكسب المزيد من الثقة بالنفس ولتكوين صداقات وتحسين اللغة الإنجليزية. أنا أؤمن أن بمقدورنا تغيير العالم إذا ما تقبلنا الآخر. كل ما احنا تعاملنا مع بعض وكل ما صار في هناك يعني لقاء اجتماعي ازيد بين العرب واليهود، كل ما هم يوجدوا انه في بينهم قواسم مشتركه بالرغم من شو الاعتداءات اللي بتصير بين العرب وبين اليهود اللي احنا بنشهدها اليوم. يعني هذا عشان يعني كانه هذا جزء عشان نوصل بطريقه غير مباشره لتوصل لسلام بين الشعبين. وعلى طاولة مستديرة تحاكي نموذج الأمم المتحدة اجتمع طلاب عرب وإسرائيليون لحل قضايا استعصت على الساسة ولم تعجز عن حلها أفكارهم الواعدة. في برنامج نموذج الأمم المتحدة يمثل الطلاب دول متنوعة، يتم إعطائهم عناوين تقلق العلاقات الدولية من نزاعات وكوارث، ويجب على الطلاب العمل سوياً في إيجاد حلول لحل هذه المشاكل. بعضهم يتفق معها وبعضهم لا، لكنهم يعملون ما بوسعهم لحل هذه القضايا المتأزمة. تبنيت حل قضية بوروندي المنقسمة إلى مجموعتين عرقيتين هما على نزاع مع بعضهما البعض لأكثر من 100 سنة، ونريد أن نجد حلاً للحرب الأهلية الحاصلة هناك. وعرضت شو كيف إسبانيا بتنظر للاجئين من حول العالم، وشو هي أكثر إشي إسبانيا بتحب إنها تأمنه للاجئين هذولا. وبوصفة دبلوماسية يصنع هذا البرنامج سفراء السلام، وذلك بلقاءات دورية تجمعهم صغاراً لحل قضايا العالم العالقة، عسى أن ينجحوا كباراً في إيجاد مفاتيح السلام الضائع في منطقتهم بعيداً عن العنف الذي سكن شوارع المدينة. من القدس أنسام سلمان لليوم على الحرة. For those.